مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في اكسترا نيوز وحلقه جديده من برنامج اكسترا اليوم. هنبدا حلقتنا النهارده بالحديث عن اخر تطورات الاوضاع في فلسطين، جهود مصر في هذا الشان خلال 100 يوم من الحرب. ايضا هيكون لنا حديث عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوانجي عضو المكتب السياسي للجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني. ايضا سيكون ضمن مناقشه حلقه اليوم ادعاءات دوله الاحتلال امام محكمه العدل الدولي، واللي حاولت من خلالها تحميل الدولة المصرية مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة، بالإضافة طبعا للحديث عن إبراز تداعيات الاستمرار في الاشتباكات بالبحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس والاقتصاد المصري. أخيرا هيكون لنا حديث عن إشادات الأحزاب لقرارات مجلس النواب وتصديها للفساد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وأيضا نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الصيني وانجي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم. من جانبه سلم وزير الخارجية الصيني الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من نظيره الصيني تضمنت تثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. هذا وأكد بيان مشترك بين مصر والصين بشأن القضية الفلسطينية ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة ووقف كل أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية. المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف بينضم إلينا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير برحب بك يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. في البداية لو حضرتك تحدثنا عن دلالات هذا اللقاء المصري الصيني في هذا التوقيت تحديدا، تفضل. استقبل السيد الرئيس اليوم السيد وانغ وي وزير خارجية الصين والمسؤول الأول عن السياسة الخارجية داخل الحزب الشيوعي الصيني. السيد وانغ وي بيقوم بجولة في عدة دول أفريقية استهلها بزيارة القاهرة في إطار العلاقات الأكثر من تاريخية بين بكين والقاهرة. هذه الزيارة تأتي
وكل من مصر والصين في خط المواجهة المباشرة في إطار المواجهات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يمر عليه اليوم 100 يوم. فالانتشار رقعة المواجهة العسكرية لكي تشمل جنوب البحر الأحمر والتهديد اللي بيمثله ذلك للملاحة البحرية الدولية، ده بيمس المصالح المباشرة وأمن كل من الصين ومصر. فحضرتك طبعا المواقف خلال هذه المقابلة خلال استقبال السيد الرئيس لوزير الخارجية الصيني ظهر تطابق الموقفين المصري والصيني بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وبالنسبة للأوضاع في جنوب البحر الأحمر، وكذلك الأوضاع في القرن الأفريقي. فهذه هي القضايا المسائل الهامة التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء الهام صباح اليوم في القاهرة. نعم. طبعا مصر والصين، مصر بتثمن غاليا المواقف اللي اتخذتها الصين في مجلس الأمن بصفتها أحد الأعضاء الدائمين في المجلس، كلما طرح للنقاش أو للتصويت مشاريع قرارات خاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. اليوم اتفق الجانبان المصري والصيني على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وهو دوت حضرتك وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو السبيل الوحيد للتهدئة في الشرق الأوسط وفي جنوب البحر الأحمر. طبعا مصر والصين يعني في سياق الحديث عن الأوضاع المتأزمة في الأمنية في جنوب البحر الأحمر، مصر والصين أدانتا الهجمات التي تعرض لها اليمن على يد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واتفق على أن هذا التصعيد لن يخدم مصالح أي طرف من الأطراف في المنطقة، بل بالعكس هيأثر على الاقتصاد العالمي بشكل يصعب احتسابه الآن. نعم. الإجماع الدولي حول الموقف المصري والجهود التي تقوم بها مصر بصفة عامة مع القوى الكبرى كالصين مثلا وروسيا وغيرها سيادة السفير للتصدي للعدوان الإسرائيلي، هو حضرتك واضح يعني الضغوط الدولية بتتزايد، وإسرائيل كل يوم حضرتك بتقف بمفردها تقريبا. طبعا دوت ما يقللش من خطورة الدعم الذي تقدمه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لكن اليوم بنرى حضرتك أنه في إدراك متزايد في العواصم الغربية أنه لا يمكن إطلاق يد إسرائيل في المنطقة بهذه الصورة، لأن احنا وصلنا إلى نقطة حضرتك المصالح الغربية نفسها أصبحت مهددة. صحيح. إن لم تكن قد تم تهديدها اليوم حضرتك يتحدثون عن التأثر اقتصادهم، معدلات التضخم، الأوضاع الاقتصادية، مستويات المعيشة في الغرب حضرتك وفي أوروبا تحديدا هتتأثر. طبعا الآن الكل متفق، كل الخبراء يتفقون على أن الآثار يعني الخطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصادات الأوروبا هيبتدي يظهر حضرتك في فبراير ومارس القادمين، أي الشهر القادم. فلا شك حضرتك أنه في تغير، واليوم في تصريح طبعا للرئيس الأمريكي جو بايدن، تصريح غير مسبوق منذ 8 أكتوبر الماضي عندما قال أن إسرائيل
يعني قصف العشوائي الإسرائيلي. هذا التعبير هو الأول من نوعه يأتي على لسان الرئيس جو بايدن منذ 8 أكتوبر الماضي. ودوت البعض بيرى أن في تغير في الموقف الأمريكي. أنا تقديري المتواضع أن إذا كان في تغير في الموقف الأمريكي فدوت هيتجسد في كلمة واحدة، أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن وقف إطلاق نار في قطاع غزة. طالما وما الذي جعل الإدارة الأمريكية تعمل على ترتيب أوراقها سيادة السفير؟ هي يعني مش كل أوراقها حضرتك، يعني هو ده تغير في الخطاب السياسي. صحيح. ننتظر نرى هل التغير في الخطاب السياسي الأمريكي كما لمسناه اليوم على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن هيترجم نفسه على أرض الواقع ولا لا؟ ممكن هذا الخطاب السياسي يبقى مقصود به، وأقول في احتمال المقصود به تهدئة الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، المقصود به امتصاص غضب الجاليات العربية والجاليات الإسلامية التي تحمل الجنسية الأمريكية. ربما يكون كذلك الغرض منه امتصاص برضو أو استيعاب تصاعد الاعتراضات على السلوك الإسرائيلي في وسط الرأي العام الأمريكي بصفة عامة. لكن من وجهة نظرنا نحن كمصريين وفلسطينيين وعرب ومسلمين، هذا التغير في الخطاب السياسي الأمريكي اليوم لن تكون له أهمية إلا إذا صاحبه تغير على الأرض في الموقف الأمريكي. كيف يمكن أن نقول أو متى يمكن أن نقول أن في تغير على الأرض في الموقف الأمريكي؟ عندما تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد إسرائيل بالقذائف وبالعتاد العسكري الذي تفقده وتخسره كل يوم في قطاع غزة. سيادة السفير، دعني أسألك ربما سؤال أكثر تحديدا، كيف ينظر ربما الجانب الإسرائيلي؟ ودعني أبدأ في البداية أن كما نعلم هي مصر ربما يعني تأخذ شكل قاطع ورأي قاطع وقرارات قاطعة وحازمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استراتيجيتها واحدة، منع التهجير القسري، منع تصفية القضية الفلسطينية وما شابه. الآن كيف ينظر الجانب الإسرائيلي لمثل هذه اللقاءات ربما التي تقوم بها مصر مع دول كبرى وقوية كالصين؟ أعرفك الجانب الإسرائيلي بيتحرش بمصر حاليا. صحيح. تمام؟ الجانب الإسرائيلي حضرتك منذ حوالي شهر بعد أن أدرك أنه أمام مقاومة فلسطينية باسلة صامدة أمام الآلة العسكرية أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي بغير حساباته هم اعتقدوا أن القصف الكثيف المكثف على قطاع غزة سيؤدي إلى استسلام المقاومة الفلسطينية، وهذا لم يحدث. من قيمة شهر حضرتك بدأ التحرش بمصر أنه على سبيل المثال بدأنا نلاحظ بعض التصريحات التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين أن الأسلحة التي لدى حماس تم تهريبها عبر الأنفاق من سيناء. طبعا لم يلتفت أحد في الإعلام المصري لهذا التصريح. صحيح. في ذلك الوقت. تمام؟ لكن إحنا استشعرنا أن لا، دي بداية حملة على مصر، ثم تتبع ذلك حضرتك دفع المئات من الألوف من الغزاويين أهلنا في غزة للتوجه إلى الجنوب. إلى خان يونس، ثم من خان يونس أصبحوا على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية مع قطاع غزة. ثم منذ حوالي 3 أسابيع أفجدور ليبرمان اللي كان وزير دفاع قال إن احنا يجب على إسرائيل أن تتخذ موقفا حازما إزاء تهريب السلاح من غزة والأنفاق اللي تم تهريب السلاح عبرها من غزة. ثم
وده بقى اللي يجب ان يعني يجب ان نتوقف عنده، لان ده له دلالات على المستقبل، اللي هو بقى حضرتك الكلام عن ان اسرائيل بتتطلع او تريد او تطلب او ستعمل على ان يكون لها وجودا امنيا على محور صلاح الدين او ما يعرف اعلاميا بمحور فيلادلفيا. هنا حضرتك طبعا في تصريح النهارده، يعني نتنياهو قاعد يهدد مصر بطريقه غير مباشره. هو النهارده حضرتك له تصريح بيقول فيه لم نحدد بعد او لم نتخذ بعد قرارا بالتواجد العسكري الاسرائيلي على محور صلاح الدين. نعم، إسرائيل بتتحرش بمصر. صحيح، ولا ننسى أيضا سيادة سفير يعني آخر الاتهامات الإسرائيلية للجانب المصري في محكمة العدل الدولية. أنا سأكتفي بهذا القدر، والحقيقة بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل. مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية، وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة. إن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط ومصر في القلب منه قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة وصراعات أهلية ونزاعات مسلحة تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر، وعلى المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع. ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع ومحدودية آثاره خاسر لا محالة. طبعا ما يحدث في البحر الأحمر الحقيقة له الكثير من التأثيرات السلبية، سواء كانت الاقتصادية أو السياسية بشكل عام. على كل حال، المزيد من النقاش في هذا الملف بينضم إلينا الآن عبر سكايب الأستاذ محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بك يا فند. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أستاذ محمد، في البداية دعني أبدأ معك ب يعني كما هو معلوم وكما قال أيضا السيد حنفي جبالي أن يعني التخاذل ربما العالمي فيما يتعلق برأب الصدع بين فلسطين وما يحدث من الجانب الإسرائيلي سيكون له تأثيرات كبيرة على الملاحة في البحر الأحمر. دعني أبدأ معك بتفنيد ربما هذه التأثيرات أو ما سيكون له من تأثير فيما بعد. يعني أعتقد أن جوهر يعني هذا الطرح يتعلق بأن أساس أو الجذور ما يحدث الآن في البحر الأحمر هي في غزة. يعني هذه النقطة شددت عليها مصر مرارا وتكرارا ونرى نتائجها الآن على الأرض، وأعتقد أن نتائج ما يحدث الآن في جنوب البحر الأحمر يعني متشعبة وتتعلق بشكل أساسي بالجانب الأمني بطبيعة الحال، بمعنى أننا نتحدث عن سيولة أمنية بدأت تظهر في جنوب البحر الأحمر، سواء الهجمات التي تطال السفن المدنية سفن الشحن، سواء من الجانب من جهة اليمن أو حتى من الجانب الآخر وهو جانب الصومال. يعني عمليات القرصنة وإن كانت موجودة يعني بشكل متفرق خلال السنوات الماضية، وبسبب ذلك يعني تم بات لبعض الدول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية تواجد بحري دائم في هذا النطاق لمنع عمليات القرصنة، رأينا أن عمليات القرصنة من الجانب من جهة إفريقيا عادت مرة أخرى ضد سفن الشحن، عدة عمليات حدثت خلال الفترة الماضية، هذا أيضا من نتائج السيولة التي حدثت بسبب الوضع في غزة في جنوب البحر الأحمر. نتحدث أيضا عن تهديد واضح لعمليات الشحن البحري المارة من مضيق باب المندب، وباتت حتى هذه العمليات وهذه التهديدات تطال جميع السفن، حتى السفن التي لا تتجه إلى ميناء إيلات في جنوب فلسطين المحتلة، وبالتالي هذا جعل
من شركات الشحن العالمية، أكبر شركات الشحن العالمية باتت تحاول تفادي المرور من مضيق باب المندب، نظرا أن تكاليف الشحن زادت نتيجة لهذا الوضع، نظرا لأن تكاليف التأمين على الشحنات البحرية زادت بسبب هذا الوضع، بالتالي تقلص بشكل لافت. يعني هناك تقديرات تقول ما بين 20-30% من عمليات المرور في مضيق باب المندب خلال الفترات ما قبل 7 أكتوبر، يعني حدث تناقص في هذه عمليات المرور هذه. باتت هناك مخاوف أمنية لدى الدول المختلفة، خاصة الدول التي لديها شركات شحن كبرى تقوم بنقل الشحنات ما بين جميع أنحاء العالم. بات هناك مخاوف على أمن هذه السفن، سفن الشحن، أمن طواقمها أيضا، وبالتالي هذا كله في المجمل أدى إلى نشوء خلل في سلاسل التوريد ما بين الدول، وعمليات نقل الشحنات أصبحت أقل يعني بطيئة أكثر، وأصبحت أيضا مكلفة، وبالتالي هذا الوضع سوف يكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاديات العالمية بشكل عام، وأيضا بالتأكيد له تأثير على مصر خاصة فيما يتعلق بقناة السويس، وبالتالي هذا يحيلنا إلى التأثيرات المتعلقة بالوضع الجيوسياسي في هذا النطاق. الولايات المتحدة الأمريكية ترى منذ فترة طويلة أن الحوثيين بدأوا في يعني التواجد بشكل أكبر في غرب اليمن، وفي الواقع حدث هناك يعني عدة استهدافات لسفن شحن خلال العوام الماضية، سواء في منطقة الخليج العربي أو حتى في نطاق جنوب باب المندب. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترى هذا التهديد منذ فترة، ولكن ما فاقم هذا التهديد هو الوضع في غزة الذي ترى مصر، يعني الرؤية المصرية في هذا الصدد تتلخص في أن وقف الوضع في غزة سوف يعطي نتائج إيجابية على الواقع الفلسطيني وحتى على واقع المنطقة بشكل عام، وبما في ذلك الوضع في جنوب البحر الأحمر، لأن التأثيرات التي تحدث في هذا النطاق لا تتعلق فقط بمصر، لا تتعلق فقط بالدول التي تطل على البحر الأحمر، بل تطال العالم كله وتطال اقتصادات العالم كله الذي يعاني أساسا من التداعيات التي تلت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحالة الكساد التي باتت الدول العالم جميعها تقترب منها بشكل أو بآخر نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار على المستوى الدولي. ونتحدث هنا عن المستوى الإقليمي في منطقة غزة وامتدادات الوضع في غزة، سواء في الجبهة اللبنانية أو سواء في جبهة جنوب البحر الأحمر. طيب أستاذ محمد، يعني بجانب التأثيرات الاقتصادية اللي حضرتك تفضلت بذكرها، يعني أيضا هناك توابع سياسية أو تأثيرات سياسية لعدم رأب هذا الصراع، ربما يكون أيضا أخطر من التوابع الاقتصادية أو التأثيرات الاقتصادية. تمدد أيضا الصراع لأن يكون صراع إقليمي أيضا أخطر وأخطر الحقيقة أستاذ محمد. لو أتحدث معك في هذا الشأن، التأثيرات السياسية، تحول الصراع لصراع إقليمي، وهذا ربما ما نوه عنه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية هذه الأزمة منذ 7 أكتوبر، وهو تخوف تمدد الصراع ليكون صراعا إقليميا. يعني أعتقد أن تأثير الدومينو إنجاز التعبير، بمعنى أن البداية كانت في غزة، انتقلت عمليات التسخين إلى الحدود اللبنانية، ثم أصبحت الآن في جنوب البحر الأحمر. مصر تعلم جيدا وتعي وقامت بالحديث مرارا عن هذا، أن استمرار الوضع في غزة سوف يؤدي بالتبعية إلى تصاعد الوضع على المستوى الإقليمي. حتى فيما يتعلق بجنوب البحر الأحمر، البداية كانت بهجمات على السفن المدنية، الآن أصبحنا نتحدث عن احتمالات كبيرة لحدوث يعني عمليات محدودة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحوثيين، ربما تتوسع لتصبح على نطاق إقليمي أكبر. يعني الضربات التي تمت في غرب اليمن، مصر أعربت بشكل واضح عن قلقها من هذه الضربات الجوية والصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، نظرا لأنها تعني بالضرورة أن احتمالات توسيع المواجهة في جنوب البحر الأحمر أصبحت كبيرة جدا في هذا التوقيت، لأن الحوثيون أعلنوا أنهم سوف يردون على هذه الهجمات، وأن هجماتهم أو استهدافهم للسفن التي تتوجه إلى ميناء إيلات أو حتى ترتبط بإسرائيل سوف تستمر، وبالتالي نتحدث عن أزمة مستمرة، وبالتالي تداعيات اقتصادية مستمرة، وأيضا على المستوى السياسي سوف يحدث بالتأكيد عملية فرز نتيجة لما حدث، الضربات التي حدثت فجر 13 من هذا الشهر، بمعنى أن هناك دول بالتأكيد سوف تؤيد ودول سوف تعارض، دول سوف تتحفظ، وبالتالي عملية الفرز هذه سوف تخلق مزيد من التوترات السياسية في الوضع في المنطقة، سواء في منطقة الخليج العربي أو في منطقة البحر الأحمر التي تعاني
حتى بخلاف ما يحدث في جنوب البحر الأحمر من عدة قلاقل نراها في الصومال، نراها في جيبوتي، نراها في مناطق أخرى تتعلق بظهور بعض التهديدات الإرهابية مرة أخرى، تتعلق بتحركات غير شرعية تقوم بها بعض الدول من أجل الوصول إلى يعني نطاقات ساحلية لم تكن تصل إليها في أوقات سابقة. وبالتالي هذا المشهد بشكل عام يقول لنا أن استمرار الوضع في غزة سوف يساهم بالتأكيد في تفاقم هذه الاتجاهات جميعا، وبالتالي هذا لن يفيد أحد، بل بالعكس سوف يكون الجميع مضار، لأن هذا الممر المائي تستخدمه جميع دول العالم، ويعني استمرار هذا الوضع يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الدولي، ويلقي بظلال قاتمة أصلا في التأكيد على التعاون البحري في هذا النطاق وعلى أمن الملاحة، وهو أمر مهم نظرا لأن الاعتماد سواء في تصدير البترول أو في التبادل التجاري حول العالم من هذا الممر هو اعتماد كبير جدا، وبالتالي استمرار هذه الأوضاع سوف يجعل من الجميع خاسرا ولن يكون هناك رابح من هذا الوضع واستمرار. طيب أنا سأعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد للحديث بشكل مفصل أكثر عن هذه النقطة وتحديدا فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سأعود إليك بعد قليل. إذن أيضا استكمالا لما قاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، قال إن ادعاءات دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والتي حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية ولو بشكل غير مباشر مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة هي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبا محضا بل وتجافي واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يشهد الدور الحثيث للشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل النزاع الدائر من ناحية والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى. تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل لإدانتها بارتكاب جريمة إبادة جماعية أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية ولو بشكل غير مباشر مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة، وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تعدو سوى أن تكون كذبا محضا بل وتجافي واقعا ملموسا يشهد عليه المجتمع الدولي عن الدور الحثيث للشعب المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقيادة سيادته في حل النزاع الدائر من ناحية والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى. أعود مرة أخرى لضيفي عبر سكايب الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، يعني دعني ربما أقتبس ما قاله سيادة السفير حسين هريدي منذ قليل عن هذه الادعاءات الإسرائيلية، أن منذ فترة وإسرائيل تحاول كما قال سيادة السفير حسين هريدي التحرش بمصر عن طريق محاولة تشويه الصورة المصرية بكل الحالات أو في كل الأكاذيب التي تقوم بنشرها خلال الفترة الماضية. كيف ترى هذه الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية؟ وعلى الجانب الآخر، يعني كيف عن طريق الشواهد نستطيع أن نرد من الجانب المصري على ما قامت به مصر من 7 من أكتوبر حتى هذه اللحظة على هذه الأكاذيب؟ يعني أعتقد أن هذه الكذبة بشكل محدد يعني أثارت عدة أمور فيما يتعلق بالنهج الإسرائيلي في هذا التوقيت، بمعنى أن إسرائيل الآن في أمام محكمة العدل الدولية تقف في موقف أعتقد أنه موقف صعب، لأن الدلائل التي قدمتها جنوب أفريقيا هي دلائل دامغة، لأن الإجرام الإسرائيلي الذي حدث في قطاع غزة لا حتى يحتاج إلى دليل، ولكن جنوب أفريقيا قدمت قضية محكمة
حتى وان لم تكن يعني الاحكام الصادره عن محكمه العدل الدوليه ملزمه بشكل يتضمن اليات التنفيذ، ولكن اسرائيل ترى انها الان في موقف المتهم ولا ولا وهنا يعني نتحدث عن محاكمه شخص او محاكمه حكومه، بل هذه المحاكمه وهذه القضيه هي محاكمه لاسرائيل بشكل عام، للنظام الاسرائيلي بشكل عام، للنهج الاسرائيلي بشكل عام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الحديث عن أن مصر تمنع المساعدات من العبور يعني تناقضه عدة حقائق، أهمها أن الجانب الإسرائيلي ومسؤولين حكوميين إسرائيليين حاليين وسابقين تحدثوا وصرحوا عدة مرات بأنه لن يمر إلى قطاع غزة لا مياه لا كهرباء لا غذاء لا أدوية إلى أن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين جميعهم المتواجدين في قطاع غزة. هذا مثبت وعدة مرات وتم تكراره عدة مرات. هذا أولا. ثانيا، من يتحدث أو من يمنع المساعدات هو من قام بقصف معبر رفح عدة مرات من الجانب الفلسطيني، وهو من وضع عراقيل متتالية أمام عمليات إدخال المساعدات خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة وقبلها وبعدها، ووضع عراقيل عدة فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تتم بصورة بطيئة لا يوجد هدف منها سوى زيادة معاناة الفلسطينيين ومنع مصر من القيام بدورها وإدخال ما يمكن أكبر ما يمكن من المساعدات. ونرى أن مدينة العريش منذ بداية الأحداث تحولت إلى أكبر مستودع للمعدات الإغاثية والمنتجات الغذائية وغيرها من المواد اللازمة لأهلنا في قطاع غزة، ولكن من يضع العراقيل أمام دخول هذه المساعدات بالكميات الكافية هي إسرائيل، وهذا واضح بشهادة دولية معتمدة وتكررت عدة مرات لعدة منظمات دولية قامت بزيارة المعبر واطلعت على وضعه وقالت بشكل واضح أنه مفتوح على مدار الساعة، ولكن الجانب الإسرائيلي هو من لا يريد إدخال هذه المساعدات لأن هذا جزء من خطة أكبر تتعلق بالتهجير. لأن يعني وبالمناسبة الأردن لجأ عدة مرات للقيام بإنزالات جوية لمستشفى الميدان الخاص به في شمال قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة من أجل تزويد المستشفى بما يحتاجه من يعني أجهزة وتجهيزات، وبالتالي لو كانت إسرائيل تضع العامل الإنساني في اعتبارها كان من الضروري أن يتم السماح بدخول هذه المعدات من ضمن أشياء أخرى. وبالتالي هذا المشهد بشكل عام هو جزء من الضغط الإسرائيلي على الشعب في قطاع غزة من أجل التهجير. هذا هو جزء من المشهد العام الذي تستهدف به إسرائيل منذ البداية تهجير الفلسطينيين، منذ البداية، منذ أن قالت لأهالينا في شمال قطاع غزة أنه هناك منطقة تسمى المواصي قرب الحدود مع مصر هي منطقة الإخلاء واذهبوا إليها، وتدرج هذا الوضع بشكل تدريجي لوسط قطاع غزة ثم إلى خان يونس، وبعد بداية المرحلة الثانية من العمليات البرية تم تقسيم القطاع إلى أكثر من 2000 مربع. صحيح. يتم دوريا الطلب من أصحاب بعض المربعات النزوح بشكل تدريجي ضمن خطة ممنهجة، لأن يعني أهالينا في قطاع غزة بالطبع متمسكون بالأرض وصامدون، ولكن في النهاية يتم التضييق عليهم عبر يعني عدم إدخال أو منع دخول المساعدات بطريقة كافية وعبر القصف المدمر لجميع المناطق المتواجدة في وسط وشمال وجنوب القطاع. وبالتالي هذا كله في المجمل يضغط على الفلسطينيين من أجل النزوح إلى الجنوب، وهو الهدف الإسرائيلي، وهو ما ترفضه على الجانب الآخر مصر بشكل قاطع. أستاذ محمد، أنا سأكتفي بهذا القدر، والحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من تفاصيل. صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر قد بذلت خلال 100 يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهدها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي. أوضح رشوان أيضا أن دخول هذه المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري قد واجه منذ البداية عقبة أولية، وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيئ إنشائيا لدخول البضائع ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح المعبر بمرور الشاحنات. كذلك فقد قام الجانب والجيش الإسرائيلي بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني 4 مرات على الأقل، وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.
عبر الهاتف المزيد من المتابعة بينضم إلينا الأستاذ جهاد الحرزين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك يا فندم. أهلا بك وكافة المشاهدين الكرام. كيف ترى المحاولات الحثيثة الحقيقة لمصر لدخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة؟ يعني أعتقد منذ البداية مصر كانت دائما، ليست هذه المرة الأولى، مصر لم تتخلى يوما عن الشعب الفلسطيني وقضية العدل، بل كانت دائما سند وظهير هي الشعب الفلسطيني، وهي كان أول من يبادر في كل مرة يكون هناك عدوانا على الشعب الفلسطيني، أول من يبادر بفتح الحدود وبإدخال المساعدات وبنقل وباستقبال المصابين والجرحى وفتح مستشفيات. يعني بمعنى مصر على مدار السنوات الماضية والحالية مصر تواصل عملها بجهد كبير ولا تبخل على الشعب الفلسطيني بأي نوع من المساعدة التي تقدمها. وفي أثناء هذا العدوان الذي شن على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر كان لمصر موقف جريء، والموقف الأول الذي كان من قبل كافة كل الدول، لأن مصر استنفرت في لحظات معينة وخلال ساعات من هذا العدوان، بدأت بحشد كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخاصة من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإغاثة الشعب الفلسطيني. ولذلك عملت أولا على فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات القادمة من الخارج، علما بأن مطار العريش لم يكن يشغل قبل ذلك ولم يكن يعمل، إلا أن مصر تجاوزت هذا الأمر واستطاعت تشغيل معبر مطار العريش لاستقبال المساعدات. على الجانب الآخر، منذ اللحظة الأولى كانت هناك مصر بدأت بإيجاد الشاحنات والقوافل الإغاثة التي قدمت أولا من المؤسسات المصرية الرسمية، ثانيا من الجمعيات المصرية، ورأينا قافلة تحيا مصر التي ضمت أكثر من 200 شاحنة محملة بكل أنواع الأغذية، محملة بالمواد الطبية، محملة بالوقود. هذا الأمر الذي أصبح العالم يدركه والجميع يدركه عندما زار العديد من رؤساء المنظمات الأممية وعلى رأسهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجد أوراق معينة حجم المساعدات المتدفقة التي قامت مصر بإدخالها. ولكن حتى نكون واضحين وحتى يكون معلوما للجميع، مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا منذ اليوم الأول للعدوان، وقبل ذلك على مدار السنوات مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها، بل كان الذي يعمل على تعطيل العمل على معبر رفح هو الاحتلال، والذي قام منذ بداية هذا العدوان منذ اليوم الثاني للعدوان الذي قام بقصف معبر رفح من الجهة الفلسطينية هو الاحتلال، وقام بقصفه أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تتدخل مصر وتقوم بآلياتها ومن خلال فرق الهندسة المصرية بإعادة ترميم الطرق التي تم تدميرها نتيجة القصف الإسرائيلي حتى يتم إدخال شاحنات المساعدات. وشاهدنا الجهد السياسي والدبلوماسي الذي بذلته مصر مع كافة قادة دول العالم، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأمم المتحدة، مع كافة المنظمات الإغاثية الدولية والأممية، لأجل العمل على تسهيل إدخال المساعدات. ولكن التعطيل كان من من؟ كان من الجانب الإسرائيلي ومن قبل دولة الاحتلال التي كانت تتذرع بأنها تريد تفتيش هذه المساعدات وإدخال مجموعة من العقبات التي كانت بالأساس هذه العقبات هي لمنع إدخال هذه المساعدات. ولذلك كان هناك موقفا مصريا حازما وحاسما أمام العالم بأسره، عندما ربطت مصر خروج مزدوجية الجنسية بإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وهذا الأمر لا يستطيع أحد إنكاره ولا يستطيع أحد نسيانه، لأن مصر وقفت في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وقفت في وجه كافة الدول الأوروبية والغربية وكافة دول العالم، وربطت خروج هؤلاء مزدوجية الجنسية بإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بشكل كامل. ورغم كل المعيقات الإسرائيلية، إلا أن مصر صبرت على هذا الأمر وحشدت الجهود الدبلوماسية، لأنها كانت تتعمد دولة الاحتلال نقل هذه الشاحنات للتفتيش إلى معبر العوج الذي يبعد أكثر من 100 كيلو عن معبر رفح الأساس، والذي هو بالأساس مخصص لدخول الأفراد وليس لنقل البضائع أو دخول الشاحنات. وضغطت مصر حتى يتم التفتيش في المعبر الأقرب ألا وهو كرم أبو سالم حتى يكون هناك
هناك عملية تسهيل لدخول تلك المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، وحتى يكون معلوم للجميع مصر ساهمت بأكثر من 75% من حجم المساعدات التي دخلت وتدفقت إلى قطاع غزة كانت مقدمة من قبل الجانب المصري. وهذا يرد على كافة الادعاءات التي حاول الاحتلال أن يتهرب من مسؤولياته بأن يلقي اللائمة على مصر. نقول من الذي أوقف إصدار قرار في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، حتى أن في مجلس الأمن عندما أقر قرار رقم 2720 والذي كان ينص على إدخال المساعدات بشكل متدفق وإيجاد آلية أممية لإدخال المساعدات، اشترطت إسرائيل تفتيش هذه المساعدات وهي التي تعيد إدخال المساعدات، وليس كما تدعي دولة الاحتلال للتهرب من الجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. أنا طبعا سأكتفي بهذا القدر، والحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل ومعلومات، الأستاذ جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك يا فندم. خليني أنتقل مع حضراتكم إلى محور آخر، محور داخلي. رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن الدستور قد أقر الحصانة البرلمانية لنواب الشعب فيما يتعلق بعملهم البرلماني، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم. خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس شدد المستشار جبالي على أن هذه الحصانة لا يمكن أن تحمي النائب من المساءلة حال ارتكاب ما يستدعي ذلك، وأن ملازمة الحصانة للنائب مرهونة بموافقة سلوكه لواجبات عضويته البرلمانية ومتطلباتها. خط المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوما طالما ظل سلوكهم موافقا لواجبات العضوية ومتطلباتها ونائيا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات. هذا وأشار رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي صادق محمد الوليلي استجابة لطلب من النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة. ورد كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن سيادة النائب مجدي صادق محمد زكي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، حيث عرض الأمر على مكتب المجلس وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور، وقررت منحه أجلا لتسوية الأمر
على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله في القضية سالفة البيان. أيضا للمزيد من النقاش في هذا الملف عبر الهاتف بينضم إلينا الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك استاذتي وأهلا وسهلا بالأستاذ مشاري. كيف تقرأ قرارات مجلس النواب؟ حاجة بسمن عليها وبقول إن احنا داخلين على الجمهورية الجديدة بجد، إن مفيش تستر على أي فاسد، أي حد هيعمل عمل مشين مهما كان من هو في مركز حكومي تحت قبة البرلمان بيتم كشفه وبيتم التعامل معاه. مواطن عادي جدا تم رفع الحصانة، دي حاجة يعني بصراحة دولة ديمقراطية بجد، مفيش تستر على أي فاسد على أي فساد، الحياة كلها بتستمر ديمقراطية، الحياة اللي احنا ساعة الجمهورية الجديدة، فمن كان يفكر أنه يستغل الحصانة لأي عمل غير أخلاقي أو غير متفق عليه يتم كشفه ويتم رفع الحصانة عنه. دي فعلا احنا داخلين على جمهورية جديدة بجد، ما كان يحدث في الماضي من 2012 تم التغيير في كل شيء، احنا شايفين التنمية اللي بتتم والشعب بقى في وضع أفضل بكثير وإحنا الأحسن من الآن، فلازم اللي داخل مجلس الشعب يعرف هو رايح فين وهيعمل إيه، مش يستغل الموقف الحصانة أو كده. دي حاجة بسمن عليها جامد جدا، إن ما كان يحدث في الماضي الآن تحت قبة البرلمان الآن لقى في حياة جديدة، داخلين على جمهورية جديدة لا تسطر على أي فاسد. اللي عايز يكمل معانا على الموضوع ده ويكمل على الجمهورية الجديدة أفضل بكثير من الماضي، الحمد لله دي حاجة كويسة صحيح. جدا فدي طبعا تحت قبة مهما كان تم رفع الحصانة على حالتين، فدي بتدي درس وعظة للقادم إن شاء الله، إن أنت عايز تشتغل وبجد زي ما قال سيادة الرئيس الجمهورية معانا احنا معاك واحنا بنساندك واحنا نعمل كل حاجه معاك سليمه، انما صحيح. اي فساد تم كشفه حتى مهما كان الرقابه. والحقيقه ده يسالني ده يخليني اسال حضرتك استاذ حسن، يعني طبعا حضرتك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي تثمن على هذه القرارات، وكان في تثمين كبير جدا من عدد من الاحزاب المصريه، معظم تقريبا الاحزاب المصريه ثمنت ايضا على هذه القرارات واجراءات الدوله في مكافحه الفساد، كيف ترى هذه الاشاده الجماعيه الحقيقه بهذه القرارات واجراءات الدوله في مكافحه الفساد؟ طبعا احنا الحمد لله بعد الحوار الوطني والشفافية اللي موجودة والدخيل على الجمهورية الجديدة اللي سيادة الرئيس اداها الحوار الوطني للأحزاب، والأحزاب قوية وموجودة في الشارع وبتمارس حياتها بمنتهى الحرية، فدي طبعا الأحزاب حاسة بالمسؤولية اللي ملقاة عليها، وإن هي دلوقتي بقت مشاركة في اتخاذ القرارات بتعرض آرائها بتعرض أفكارها، والحوار الوطني هيتم، فالدفعة اللي اداها سيادة الرئيس للأحزاب دي مخليهم كلهم بيشاركوا في الحياة السياسية، أي حدث بيطلعوا بيانات عليه وبيشاركوا فيه، لأن صحيح. دلوقتي بقى موجودين في الحياة السياسية بعد تفعيل الحوار الوطني والمشاركة الآن في اتخاذ القرارات، إن كل القرارات والمحاور اللي تمت في الحوار الوطني الأول كلها معروضة على سيادة الرئيس هيستكمل الحوار الوطني، إن الحاجات اللي ما تمش بثها نهائيا هيتم البث فيها، فدي حياة دفعت كتير جدا الحياة السياسية والأحزاب إنها تشارك بقوة وتنفعل مع أي حدث صغير لأنها صحيح. موجودة وأهمها مصلحة الوطن قبل كل شيء. طبعا أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من متابعة وتفاصيل. أستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام إكسترا اليوم، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، شكر موصول لفريق عمل البرنامج، كنت مع حضراتكم على مدار ساعة إلا قليلا، أنا نانسي نور، إلى اللقاء. We'll be right back.